احترام العرف. الإنسان اجتماعي بطبعه، يعيش ضمن جماعة لهم عادات وتقاليد في أقوالهم وأفعالهم، يسيرون عليها ويلتزمون بها. حين تكون هذه العادات مقبولة إنسانياً متوافقة مع العقول والطباع السليمة، لا تعارض نصوص الشريعة الإسلامية، فلا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً، ولا تفوت على الإنسان مصلحة ولا تجر له مفسدة، فقد أمرنا ديننا باحترامها ومراعاتها، لأن الإنسان ابن بيئته يلتزم فيها بما يتوافق مع دينه. واحترام هذه الأعراف دليل عقل المرء وحكمته. المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. رواه أحمد والبيهقي. قال سبحانه وتعالى: فاتباع بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير.